السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ومع عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كما راكم تشوفوا وصفتنا اليوم اللي هي عندنا كتف في الكوشه مع خضره سوتي مع تتبيله المطاعم. يلا بينا نروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه ان شاء الله. واش راح يدخلنا في المقادير في الكتف ديالنا؟ هنا عندي كتف، اختاروا كتف يكون شويه صغير باش يطيب لكم بالخف. عندي هنا حوسنا على طوماط سوغي زعما كوم ايام العيد ما كاش خضارين، اختاريناها هكا تكون صغيره. عندي هنا لوبيا ماشطو وعندي بطاطا صغيره، هادو باش نديرهم في الاخير صوتي. عندنا للكتف فلفل كحل، الثوم والملح واعشاب عطريه خاصه باللحم والزيت. نبداو بسم الله. هنا لازم تقبوا الكتف تاعنا باش ندخلوا هذاك الثوم. وهنا ندير ندخل الثوم باش يعطي لهذيك البنه. اول خطوه وهي لازم نحمروه شويه فوق النار باه نديروه في الكوشه وباه نديروا له التوابل. شويه تاع زبده ولا سمن واش كان متوفر عندكم. دوكا نديروا الكتف تاعنا نحمروا على زوج جوانب. بسم الله. دوكا نقلبوه من الجهه الثانيه. في هذه المرحلة باش نبداو نديرو له التوابل، عندنا الملح، فلفل الكحل، نديرو من فوقه شوية تاع أعشاب عطرية، هنا دوك نروح ندخلو للفرن يطيب، نغطيه بالبابي كويسون ونزيد بالبابي ألومنيوم، وقبل ما يطيب نخرجو من الفرن وندير معاه هذيك الطوماطيش. طوماط سيغيس هذيك غير يسوطاو معاه داخل في الفرن ونعاودو له ان شاء الله نكملو مع بعض. عاودنا ولينا معاكم. هاوديك الكتف تاعي بعد ما طاب. هنا الخضره بعد ما فورتها ومادا صوتيتها غير في هذاك الجو تاع اللحم اللي طاب فيه. هنا ما بقى لي غير نقولكم شاهدكم في الجنه وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.